ولتعلم أن النصارى اختلفت أقوالهم في عيسى عليه الصلاة والسلام، طائفة منهم تقول إنه ابن لله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، طائفة تقول بأنه ثالث ثلاثة، قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ومرة أو طائفة تقول إنه هو الله، كما قال عز وجل في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وطائفة أو مرة يقولون مضافا إلى عيسى في اعتقادهم مضافا إليه أمه، زعموا فيها الألوهية كما قال عز وجل في آخر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية. والشبهة التي أوقعت النصارى في هذا أن الله عز وجل خلقه من غير أب، ولذا رد جل وعلا عليهم في بيان لحقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام وحقيقة أمه، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الله جل وعلا قال عن نفسه وهو يطعم ولا يطعم، وعلى أحد أقوال المفسرين في الصمد هو الذي لا جوف له، قل هو الله أحد الله الصمد. ولذا بين جل وعلا أن شأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس شأنا يدعو الإنسان إلى أن يتخذ معه هذا الاعتقاد، لأن هناك من هو أعظم منه في هذا الخلق وهو آدم. قال عز وجل في أول سورة آل عمران في بيان الرد على نصارى نجران قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم قال عز وجل في نهاية ما ذكر قال إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ثم دعاهم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولذا لما استغربت مريم أن يكون لها ولد، لأنها تعلم أن الولد إنما يأتي إما عن طريق نكاح وإما عن طريق زنا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. وقال عز وجل في سورة آل عمران ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال في سورة مريم حتى سميت سورة باسمها قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. ثم قال وكان أمرا مقضيا. وعيسى عليه الصلاة والسلام هو النوع الرابع من أنواع خلقه عز وجل في الخلق، وذلك أنه جل وعلا خلق الناس على أربعة أنواع، إما أن يكون مخلوقا من غير أم وأب وذلك كآدم، وإما أن يكون وهو النوع الثاني، وإما أن يكون مخلوقا من أم دون أب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون مخلوقا من أب دون أم وهي حواء خلقت من آدم، وإما أن يكون هو النوع الرابع والأكثر مخلوق من أم وأب وهم سائر ما خلقه عز وجل البشر.